حركة البناء الوطني لا يمكنها أن تأتي للسباق الرئاسي باش تتفرج وباش تتصفق على الفارس اللي راح ينجح. حركة البناء الوطني واجب عليها أن تدخل بفارسها الانتخابات الرئاسية المقبلة. فارس حركة البناء الوطني للانتخابات الرئاسية ليس بالضرورة أن يكون من قيادات الحركة، وإنما ذلك الفارس الذي كما قلت سابقا يضمن أو يصون وديعة الشهداء، ذلك الفارس الذي لا يتنكر للمبادئ السامية لشهداء نوفمبر بالدفاع عن القضية العادلة الفلسطينية وبضرورة تقرير حق مصير الشعب الصحراوي. فارس الحركة هو ذلك الذي يدخل الانتخابات دون أن يرضخ لأي ابتزاز يمس بهوية الأمة الجزائرية أو بالتدخل في الشأن الداخلي الجزائري أو بالمساس بالسيادة الجزائرية. فارس الحركة الذي تدخل به حركة البناء الوطني للاستقرار الرئاسي هو ذلك الفارس الذي مضمون له النجاح أو نسبة النجاح بامتياز. فارس حركة البناء الوطني هو ذلك الذي يضمن أملا للشباب كي يبدع ويشتغل وينتج ويتوفر له منصب الشغل والتأثير في منظومة الحكم، هو للمرأة الجزائرية. فارس الحركة هو ذلك الذي يسعى لإرساء أو استكمال إرساء دعائم الجزائر الجديدة بالتغيير في السلوكات البالية وفي النظم السابقة. فارس الحركة هو ذلك المترشح الذي يعطي الأمل للمستثمرين الجزائريين كي يستثمروا دون ضغوطات ولا مطاردات ولا سجون بقوانين تحميهم لكي يستثمروا أموالهم داخل الوطن في منظومة قانونية دائمة ومستقرة. فارس حركة البناء الوطني هو ذلك الفارس الذي يساهم في جلب الاستثمار الأجنبي لوطننا. فارس البناء الوطني هو ذلك الفارس الذي يواصل الحرب على الفساد والمفسدين ويدعم الشفافية والرغملة للتقليل من الرشاوي إن وجدت ومن عمليات الفساد. فارس حركة البناء الوطني هو ذلك الفارس الذي يصون وديعة الشهداء ووحدة الشعب الجزائري والتقسيم العادل للثورة للثروة كما تقاسم الجزائريين أعباء الثورة، ثورة التحرير الوطني والتضحيات المتتالية. تلك بعض ملامح فارس حركة البناء الوطني الذي أصبح من هو الذي يترشح ومن هو الفارس فيها أصبح واضحا لديكم بكل الوضوح.